بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الزهراء الفضائية، وها نحن وإياكم في حلقة جديدة من برنامج دروس كربلاء، إذ سنكون وإياكم إن شاء الله نناقش مجموعة من الدروس والعبر المستقاة والمستسقاة من منهل الإمام الحسين سلام الله عليه، من منهل عاشوراء الطف. نرحب وإياكم بسماحة الشيخ خادم الزهراء الشيخ مهدي الطرفي الخطيب الحسين. مرحبكم إن شاء الله. بداية، الدروس في الطف كثيرة طبعا، كيف تبدأون مشخصين الحالة التي يجب من خلالها أن ننطلق أن ننطلق نحو الواقع؟ نعم. كيف لنا أن نفرغ هذا المضمون الموجود الآن في على في المكتبات، كيف لنا أن ننزله إلى الشارع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قضية كربلاء أخواني قضية واسعة، مو قضية يعني مجرد شجاعة أو مجرد شهادة، إنما لابد أن نأخذ منها دروس. والإمام الحسين سلام الله عليه منذ خروجه من كربلاء، وحتى قبل خروجه من كربلاء، وحتى فلسفة خروج الحسين عليه السلام من كربلاء هي الدرس من الدروس. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خلال مسيره إلى كربلاء، يعني من قبل خروجه إلى كربلاء إلى أن بعد الشهادة، وبعد الشهادة سبي النساء، وحتى بعد سبي النساء، كلها دروس في دروس، وكلها أخلاق في أخلاق. هسه إما دروس واجبة، وإما أن تكون دروس مستحبة. طبعا هذه الدروس لابد أن تكون من منهل خاص. إما طبعا أنا أشجع دائما وأقول دائما مولانا، بالأخص شبابنا الشباب الشيعي، لابد أن يتثقف بالثقافة الحسينية. والثقافة الحسينية مصدرها إما أن تكون من الكتب، وإما أن تكون من قبل مولانا الأخذ من أفواه الرجال، كما يقول الرواية: اطلبوا العلم من أفواه الرجال. أفواه الرجال هم العلماء حاليا مولانا. فأنا أحب أنه دائما عندنا استطلاع عن الدروس التي قالها وبينها الإمام الحسين عليه السلام قولا وعملا في كربلاء مولانا الكريم. نعم. هذه المقدمة الجميلة والتي زينت بذكر الإمام الحسين سلام الله عليه من قبل جنابكم المبارك، إن شاء الله ستكون استهلال خير لهذا البرنامج. والهدف إن شاء الله هو تبيان حقيقة الثورة الحسينية المتجسدة في مجموعة من المواقف والدروس والعبر. الإمام الحسين سلام الله عليه نشترك بحبه، لكن هناك ثنائية عند البعض، تراه يحب أبي عبد الله سيد الشهداء سلام الله عليه، ويتبرك بدمعات وبذرات تراب سحقتها وشرفتها أقدام الزائرين إليه، ونراه في بعض الأحيان يرتكب محرما أو ينتهي عن واجب، مثل ذلك بل جل ذلك ومن استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه لأجله الصلاة. بارك الله فيك وبكم أكثر، سلمكم الله إن شاء الله. طبعا قضية الصلاة مولانا العزيز، قبل أن أشير إلى قضية الصلاة كمقدمة، يعني أحب أن أشير إلى هذه القضية التي ذكرتها مولانا الأكرم، أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقضية كربلاء والحسيني الحقيقي الخادم، الإنسان إذا أراد أن يكون خادما للحسين سلام الله عليه لابد أن يتقيد بمعالم الحسين وبما يريده الحسين عليه السلام، بل كل الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. يعني كثيرا عندنا الشباب مولانا العزيز يعني منا يلطم على الحسين سلام الله عليه، لكن لما تبدر أو تأتي المعصية أمام عينه أو أمام يده يتجاوز على المعصية بكل سهولة وما عنده أي رادع. وإحنا للأسف عندنا الآن إحنا حتى في خدمة الإمام الحسين، حتى في خدمة الإمام الحسين أبسط ما يكون هو خادم للحسين ويلطم على الحسين عليه السلام، لكن قاعد مولانا يعمل المحرمات كالغيبة مثلا، زين، وهذه محرمة طبعا. الحسين سلام الله عليه أتخطر أحد العلماء، أحد المراجع دخلنا عليه في يوم من الأيام، فهذا المرجع الديني قال كلمة كل جميلة، قال إحنا عندنا رواية على أن الإمام الحسين عليه السلام أصابه حجر في جبينه، وهذا من المؤكد، الحسين سلام الله عليه أصابوه بحجر في جبينه، وسالت الدماء يعني على شيبته المباركة، وأخذ من دمائه الإمام سلام الله عليه. قال الشيعي الموالي، الشيعي الموالي الحسيني الذي يخدم الحسين بكل طريقة،
الذي يذنب يخدم الحسين ويعصي الله جل وعلا، هذا وذاك الذي ضرب الحسين بالحجارة واحد. الله أكبر. يعني فالتمثيل عجيب، وتمثيل مو من إنسان عادي، من مرجع من المراجع رحمة الله عليه، أحد السادة الأعزاء رحمة الله عليه، واضح مولانا؟ فالذي يخدم الحسين لابد أن يتقيد بمعالم الحسين عليه السلام وبما يريده الحسين عليه السلام. سمحت شيخ، يعني لو سمحت لي بمقاطعتك، أذكر أيضا كلمة كانت من أحد المراجع رحمة الله عليهم أجمعين، يقول: من أخرجت شعرة من شعراتها متبرجة كمن ساهمت في مقتل جدي الحسين. بارك الله فيك. ما مضمون وهذا من جملتها. وللأسف يعني في بعض المواقف تجد وترى أشياء حقيقة مؤلمة تؤلم الإنسان بصراحة. يعني على العموم، من الدرس والدروس التي نأخذها وننتشلها بالأحرى أن نقول من ماء بحر جودي وكرمي ومناقب الإمام الحسين هي الصلاة. الصلاة هي عمود للدين. إذا كان الدين كخيمة، الخيمة روحها العمود، إذا سقط العمود فالخيمة تكورت. يعني ماكو جسد بلا روح، لا دين لمن لا صلاة له. بالنسبة للصلاة نوعين عندنا ناس، أكو ناس مولانا هذا ملتزم بصلاته، وأكو ناس غير ملتزم بصلاته. هسه إما أن لا يصلي، وإما لا متهاون بالصلاة، إما أن لا يصلي أو متهاون بالصلاة. أنا أتكلم عن الشيعي الحسيني الموالي بشكل عام الذي يخدم الحسين، فلا بد أن يعرف الدرس الذي نأخذه من الحسين عليه السلام في باب الصلاة. فأكو ناس مولانا لا، هذه يصلي صلاته لكن متهاون بالصلاة. المتهاون بالصلاة يختلف مع تارك الصلاة. تارك الصلاة عندنا روايات في ذلك أن تارك الصلاة مثلا لا تسلموا عليه، تارك الصلاة لا تسلموا عليه، تارك الصلاة لا تزوجوا، تارك الصلاة لا تمشوا خلف جنازته، تارك الصلاة لا تسقوه شربة من الماء. الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سقى تارك الصلاة شربة من الماء كأنما قتل الأنبياء من آدمها إلى خاتمها. سمحت شيخ، أنا أستوقفك في نقطتين. النقطة الأولى، نحن في بعض الأحيان نكون مضطرين للعمل. نعم. وكلنا مضطر للعمل حتى يكسب القوت. نعم. له ولعياله، وحتى يحقق مطلب مهم. شاهد الكلام، أنا أضطر وأنا في العمل أن أعاشر تارك الصلاة وشارب الخمر وسامع الغناء وقارئ الغيبة، بل وحتى والعياذ بالله في بعض الأماكن هناك مرتكبي الفحشاء من ذكر وأنثى من استحقوا عقاب الله وعذابه. في بعض الأحيان تبدر بعض المواقف، مثلا نجلس على طاولة الطعام كذا، ويكون أجل الله الإمامين وأجلكم الله تارك للصلاة أو شارب للخمر بالقرب مني. صحيح. يعني مسألة قد تكون من إنساني أن أعطيه شربة ماء. نعم. لا، مولاي الأكرم، بالنسبة للاضطرار، مرة واحد مضطر ومرة واحد لا غير مضطر. الغير مضطر اللي الرواية تتكلم عن غير المضطر، هذا تارك الصلاة، شارب الخمر، سامع الأغاني، لابد أن نحسسه بالحرمة التي يعملها. نعم. لكن في حال الاضطرار، القاعدة عن الإمام الصادق عليه السلام: الضرورات تبيح المحظورات، فالضرورة حتى الحرام يكون لك حلالا. أكل الحرام مثلا لحم الخنزير أجلكم الله، فما اضطر غير باغ، لحم الخنزير محرم، لكن في حال اضطرارك لأكل لحم الخنزير تأكل بك تأكل حتى يسد رمقك. بارك الله فيكم. بهذا القدر. نعم. فإذن الضرورة يعني حالة استثنائية في الإسلام. نعم. سواء عندنا نحن الشيعة الإمامية أو عند السنة والجماعة، لا فرق يعني. نعم. يعني في الإسلام بشكل عام، لكن نحن لابد أن نحسس تارك الصلاة بذنبه. أنا أتخطر أيضا، دخلت على أحد المراجع الآن موجود الله يطول في عمره، فسألت نفس السؤال، قلت له: مولاي إحنا عندنا رواية أنه تارك الصلاة لا تشيعوا جنازته، لا تمشوا خلف جنازته. قال لي: صحيح. الرواية صحيحة؟ قال: بلا صحيح. قلت له: إذا كانت الرواية صحيحة زين، جنازة جابوها ما يصلي، زين إذا ما أمشي وراء راح يصير قالوا قيلوا كلام خلفي أنا، راح الشيخ ليش ما طلع، أو يكون إحراج لأهل الميت، إحراج لأهل، إحراج حتى لنفسك أنت نفسك يعني هسه. نعم. بغض النظر عن الغير، فيجوز لي. قال: تقدم الأهم على المهم، تقدم الأهم على المهم، تعظيم لشعائر التشيع، تعظيم لشعائر الإسلام أنت تقدر تقدمها، لاتقاء الفتنة، لاتقاء النميمة، لاتقاء الغيبة، رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. أحسن. فأنا أمشي خلف الجنازة مو إكراما لصاحب الجنازة، لهذا تارك الصلاة وتارك الصلاة إكراما لنفسي. لنفسي. واضح مولانا؟ أو إكراما لا للحضور.
هسا عنده ابو خير مثلا، عنده ام، عنده مثلا اهل اخيار، انا اتبع اكراما لهم او اكراما لنفسه. فقضيه الصلاه مولانا الاكرم كل الائمه المعصومين صلوات الله عليهم، العجيب ان كل الائمه المعصومين حتى في حال شهادتهم اخر وصاياهم صلوات الله عليهم تشير الى الصلاه. الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه، الامام علي بن ابي طالب لما دخل عليه الحسن والحسين ليله 21 يعني عند شهاده الامام سلام الله عليه من شهر رمضان، التفت الامام اوصيكما بتقوى الله ونظم امركم. طبعا الوصيه مو للحسن والحسين انما هؤلاء امامين، فالوصيه اياك اعني واسمعي يا جاره من هذا الباب، الا الحسن والحسين في غنى من الوصيه والنصيحه مولانا. فالوصيه يوصيها لنا الامام سلام الله عليه، أوصيكما بتقوى الله ونظم أمركم وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، إلى أن يوصل الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. فآخر وصايا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وين؟ في الصلاة. الإمام الصادق عليه السلام، أن نخلي الإمام الحسين بالوسط أو بالأخير راح نذكره. الإمام الصادق عليه السلام في آخر لحظات حياته جمع أولاده وبني عمومته بني هاشم بأجمعهم، لا تنالوا شفاعتنا، لا تنالوا شفاعتنا، مستخفا بالصلاة، ليس تارك، مستخف بصلاته. هذا التارك مولانا احنا نقوله باللغة العربية اغسل ايدك من الكتف يعني، فهذا مستخف بالصلاة. المستخف بالصلاة مشكلة مولانا، المستخف بالصلاة تارة الذي يعقب عن الصلاة، مثلا الساعة ب 12 الصلاة، هو على كيف الساعة 12 ونص بالوحدة بالثنتين بالثلاث يعني يأخر الصلاة. سمحت الشيخ هذه نقطة عظيمة معضلة مولانا، هذه يعني معضلة. أنا فقط طبعا لدينا تقريبا دقيقة ونأخذ فاصل. نعم. أجملوا ثم نفصل إن شاء الله بعد الفاصل. بارك الله أجملوا فيكم. ما تريد بارك الله فيكم. بالنسبة إلى الصلاة مولانا فقط، إحنا عندنا واحد تارك الصلاة وعندنا متهاون بالصلاة. نعم. المتهاون بالصلاة، بس أرد أشير للمتهاون بالصلاة، من علامات المتهاون بالصلاة، من علامات المتهاون بالصلاة إما أن يؤخر الصلاة، وإما أن يصلي يوم ويوم ما يصلي مولانا، وإما أن يصلي سريعا يعني نقر كنقر الغراب، نقر كنقر الغراب. هالثلاث إن شاء الله أنا بعد الفاصل راح أشرحها أكثر وأعطي رواية عن المتهاون بالصلاة ثم نعرج إلى الإمام الحسين عليه السلام. لدي هناك نقطة. نعم مولانا. أحد الأخوة يقول كان ابتلائي عجيبا، هو من سار في سلوك العرفان. نعم. يقول كان ابتلائي عجيبا، وصلت إلى مسألة من إدراك الذنب، أدركت ذنوبي وعرفت حقيقتي معرفة ما شاء الله بها، وسوس لي الشيطان، قال أنت صاحب الذنوب، أنت غير مؤهل لأن تصلي إلى رب العالمين، فقررت أن أقطع الصلاة. صحيح. يعني مع شديد الأسف هناك أساليب شيطانية فعلا، أفكار موجودة تأتي إلى الإنسان لترك الصلاة. أنا حقيقة أنا أعرف أحد الأشخاص معرفة شخصية لا يصلي، أقول له لماذا؟ يقول أنا مضطر للعمل في مجال قريب من من الذين لا يمتون للدين بصلاة، من مغنيات، من مغنيين، من من من. أنا أريد أن أتوب، لكن أقول إذا شاء الله أن يفتح علي باب رزق في مكان جيد فسوف أصلي. يعني يضع شروط ويملي على رب العالمين. طبعا هذه بالنسبة إلى العمل في هيك مجال هو محرم. محرم طبعا محرم. نحن لا نترك الصلاة لأجل العمل. أنا تخطر في يوم من الأيام كنت في الحوزة العلمية، فأنا حساس على يعني غيبة الطالب، الطالب إذا غاب أتألم بشكل يعني. نعم. فتخطر أحد الطلاب غاب عن الدرس، فقلت باكر راح يجي وأسأله. فلما أصبح الصباح غدا أجى الطالب، قلت له أنت ليش أمس ما جيت على الدرس؟ ليش ما حضرت؟ قال لي فد عبارة مشهورة كل الناس عادة ينطقوا بها بس ما يعرف أنه هذه العبارة هي خطأ. قال لي شيخنا أنا أمس كان عندي شغل عمل وما قدرت أجي، كان عندي شغل وما أجيت للحوزة. قلت له إذا أنت أمس كان عندك شغل وما أجيت للحوزة يعني هسه بطالي وأجيت للحوزة حقيقة، يعني هسه ما عندي شغل، عطال بطال ومكان البطالين يعني اصبحت الحوزه شيء عرضي. يعني سبحان الله، هاي الصلاه نفس القضيه، انه انا عندي عمل، عندي دوام ما اصلي، او انا اعمل في مكان يمنعني من الصلاه وهذا العمل محرم. بل حتى بعض الناس يعني يقول انا لا اصلي في وقت الدوام لان هذا وقت العمل، يعني وقت امضاء لا مولاي. هي اكو ترى ابليس عنده مغالطات، إبليس الشيطان أذكى مني ومنك.
طبعا. إبليس الذي كان يعمل مو على الناس، كان يعمل على الأولياء، كان يعمل على يعني حقيقة إبليس في نكتة من النكات قد يصح أن يقال أنه عرف الله حق معرفته، لكن استغل هذه المعرفة بجانب السلبي. نعم سلبية، يعني هو كان يعمل على الأنبياء لتحريف الأنبياء، مو أنا وياك مولانا. فهذا لما يريد يجي إبليس، إبليس ما يقول لك لا تصلي مستقيم، لا يقول لك اعمل الحرام مستقيم، يجيبك عن حالة المغالطة. عندنا مجال قبل الفاصل؟ لا لا لا، ليس لدينا مجال. بارك الله فيكم. لدينا المجال لابتسامتكم الطيب ووجهكم الطيب، وإن شاء الله صدركم أرحب من وقت البرنامج. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مع قصص ومواعظ ودروس من أرض الطف من كربلاء الحسين سلام الله عليه. فاصل ونعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الزهراء الفضائية، ها نحن وياكم وقصص ودروس وعبر من أرض الطف. حيا الله من جديد سماحة الشيخ مهدي. سلامكم الله، إن شاء الله مولانا الخالد. إذا سماحة الشيخ، قبل الفاصل كان الكلام عند نقطة مهمة وهي قضية التهاون بالصلاة، الصور التي أوردتموها إجمالا ونطمح بأن تفصلونها. سلامكم الله. طبعا الناس على قسمين بشكل عام، عندنا واحد تارك الصلاة، تارك الصلاة وردت روايات عنه كثير وقد ذكرناها، وعندنا روايات عن المتهاون بالصلاة. من مصادق المتهاون بالصلاة المتكثرة الآن بالمجتمع مولاي والمجتمعات هي ثلاث: التأخير في الصلاة، التأخير في الصلاة مصداق من مصادق المتهاون بالصلاة، الصلاة السريعة كما أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام دخل بالمسجد فشاف واحد مولانا يصلي صلاة كلش سريعة، فالنبي التفت إلى أصحابه قال: نقر كنقر الغراب، إن مات هذا، شوف العبارة، إن مات هذا لا يموت على ديني. الله أكبر، ما تعرف ركوع من سجود مولاي، كلش سريع. هذا نوع من المتهاون بالصلاة. والثالث مولانا لا، يعني صلاة يوم ترك صلاة يوم آخر، صلاة يوم ترك صلاة يوم آخر، زين، هذا كذلك متهاون بالصلاة. فاطمة الزهرة صلوات الله وسلامه عليها، إذا تحضرني كل الرواية، إن شاء الله. فاطمة الزهرة سلام الله عليها سألت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية عجيبة مولانا، رواية كلش عجيبة. قالت: أبا يا رسول الله، ما لمن تهاون بصلاته، ما لمن تهاون بصلاته، مو الذي لا يصلي، لا، الذي تهاون بصلاته الله يبليه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: بني فاطمة، الذي يتهاون بصلاته ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة، ستة في عالم الدنيا وثلاث عند الموت، إيش صار مولانا؟ تسعة وثلاثة في قبره، 12 وثلاثة يوم القيامة، 15 هاي ال 15 مولانا. أما الستة التي في عالم الدنيا، هذا المتهاون بالصلاة، مو تارك الصلاة، تارك الصلاة ما عندنا كلام عنا مولانا. والعجيب هنا أن الآية الكريمة، انتبه مولاي، بسم الله الرحمن الرحيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما قال فيه، لو قال فيه لربحنا مولانا خلاص، يعني أكثر الناس في نار جهنم. يعني قال: فويل للمصلين الذين هم عن، يعني صلي، يصلي عن صلاته، لكن يعني عن حقيقة الصلاة وقدر الصلاة. لا العفو مولاي، عن صلاته يعني تارك للصلاة، ما قال في صلاته، يعني يصلي لكن متهاون بالصلاة. إذا القرآن ذكر فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، يعني المتهاون بالصلاة ويل عليه، ويل له، وويل دركة من دركات جهنم. تعرفون أن جهنم سبع أبواب، سبع طبقات، زين، وبعض الروايات تقول طبقات جهنم، يعني حالة مولاي عمودية مو أفقية، عندك درجات الجنة أفقية، يعني هذا من مدلوله الدرك، والدرك هو درجة منخفضة، منخفضة من نار جهنم مولاي. فويل للمصلين الذين هم عن، يعني لا يصلي، هذا تارك الصلاة، هذا خلاص، هذا يعني أمر واضح، قال فيه لدخلت فيها قاعدة الفراغ وقاعدة الاشتغال. بارك الله فيكم. فقال في أو عن صلاته، يعني متهاون بالصلاة. المتهاون بالصلاة ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة، ستة في الدنيا. أما الستة التي في عالم الدنيا،
يرفع الله البركة من رزقه. الله أكبر. هو يشتغل يعمل وزوجته وبنته وابنه والكل يعمل، لكن بعده فقير ويقول أنا فقير وجوعان. وصح هو فقير وجوعان، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل البركة في رزقه. نعم. يرفع الله البركة من رزقه، يرفع الله البركة من عمره. عمره بركة يعني. ما بي الله. يعيش ويموت ما يدرون متى مات، متى عاش، متى عاش، كم عاش مولانا، وما خلف من بعده. يعني لا أثر، لا أثر له. الآن شوفوا العلماء مولاي، العلماء العالم، شوفوا البركة في عمره. مات قبل 100 سنة، 150 سنة، لكن الآن عنده كتاب يدرس. بل والهناك بل إن هناك بعض العلماء تجد أن البركة في عمرهم تنطلق بعد وفاتهم وشهادتهم. بعد وفاتهم بارك الله فيكم. إذن بركة بالعمر، يرفع الله البركة من رزقه، يرفع الله البركة من عمره، يرفع الله من وجهه سماء الصالحين. ما ينحمل مولاي، يعني ما عنده وجه صالح، وجه مبين يعني واضح، ثقيل على القلب. ثلاثة بعد، الرابعة مولاي قلت لك إذا أنا أتذكرها بأجمعها، الرابعة لا يستجيب الله له دعاء. كل ما يدعو دعاء لحد السقف يوصل ثم يرجع مولاي، دعاء لا يستجاب. الخامسة، لم يجعل الله له حظا في دعاء الصالحين، حتى إذا أكو واحد خير يقول أبوي يدعي لي، دعاء المؤمن له لا يستجاب، لا يشمل بهذا الدعاء. يعني مولاي مو بس هو دعاء لا يستجاب، دعاء المؤمن الغير إلى لهذا المتهاون متارك. هذا يحوك حبال قطع غفران الله عن بيده بالكامل، بالكامل مولاي. إذن هذه الصفات التي متهاون بالصلاة في عالم الدنيا. قال وأما الثلاثة التي عند موته، وأما الثلاثة التي عند موته، يموت عطشانا فلو سقي أنهار الأرض لما ارتوى، ويموت جائعا جوعان، اثنين، والثالث يموت ذليلا. هذا الثلاثة في عند الموت العفو. وأما الثلاثة في قبره، جعل الله الظلمة في قبره، لا إله إلا، جعل الله الوحشة في قبره. هو القبر موحش ويصير أوحش، مظلم ويصير أظلم. هاي اثنين. والثالثة سلط الله عليه، رسول الله يقول لفاطمة سلام الله عليها، سلط الله عليه ملكا يؤذيه إلى يوم القيامة، يعذبه يعني. وأما الثلاثة يوم القيامة، مولانا هذا المتهاون بالصلاة متارك الصلاة، لا متهاون بالصلاة. وأما الثلاثة يوم القيامة، أولا يحاسب حسابا شديدا، واحد، اثنين وكل الله عليه ملكا يسحبه على منخره أمام الخلائق، لا حول ولا قوة، اثنين، ثلاثة لا يشمله الله برحمته ولا بغفرانه. 15 خصلة للذي يتهاون بالصلاة. ولهذا نأتي إلى الإمام الحسين مولاي، خلينا نرجع للإمام سلام الله عليه، أنه لأن موضوع كلامنا هو سيرة كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام وساحة كربلاء بشكل عام، والذي كان في كربلاء ضربوا أسمى النماذج للصلاة. الأولى موقف الحسين من الصلاة ليلة العاشر من المحرم، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه على أساس الحرب، الحرب يكون مع عمر بن سعد، والحسين سلام الله عليه يكون مولانا يوم التاسع من محرم، يعني تاسعاء. لكن هذا تاسعاء أرسل الحسين سلام الله عليه، أرسل العباس أبا الفضل العباس سلام الله عليه لكي يتفاوض معهم ويستمهلهم سواد هذه الليلة، فاستمهلهم سواد هذه الليلة لكي يصلوا. ويقول أحد أرباب المقاتل، يقول في ليلة عاشوراء سمعت لهم دويا كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وقارئ للقرآن، الصلاة في منتصف الليل إلى الصباح. حتى أن زينب سلام الله عليها، رواية كل الجميلة مولاي، زينب دخلت على الحسين رأته يصلي، لما أتم الصلاة التفت الحسين إلى زينب قال لها أخي زينب الله يعلم أني أحب الصلاة. الحسين كان يحب الصلاة. هذا الموقف الأول للحسين. الموقف الثاني للحسين يوم العاشر من المحرم، يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم أذن أذان الزوال، أذان الزوال، فالحسين في وسط الحرب، في وسط القتال، وقف الحسين مصليا، دلالة على أن هذا أنا قتيل الصلاة، أنا قتيل الصلاة. هاي اثنين. الثالثة
الثالثة ليلة الحادي عشر امرأة مات منها قتل منها أولادها وإخوتها وبنو عمومتها وأصحاب أخيها مر مفجوعة مولاي خوانها الحسين أبو الفضل العب الكل مولاي قتلوهم أمام عين الحوراء زينب في ظهيرة ذلك اليوم بأبي التي ولدت مصائب أمها فغدت تدافعها بصبر أبيها الكل قتلوا أمام عينها وهي امرأة الرجال مولانا ما يستحمل هذا الموقف لكن زينب سلام الله عليها رأت الأضاحي ورأت القتلى والرؤوس أمام عينها رأت كيف يذبح الحسين أمام عينها ورأت كيف يرفع رأس الحسين إلى الأعلى أمام عينها ورأت كيف الخيل رض صدر الحسين أمام عينها هواي صعبة مولاي حقيقة صعبة يعني بالنسبة إلى امرأة هل يحضر في بالكم ولو يعني حتى يكون برنامجنا متوج بكلمة عزاء للزهراء سلام الله عليها سلام الله عليها كلمة عزاء بصوتكم الشجي نعي لبيت أو بيتين إن شاء الله حتى يكون هناك يعني عبق جديد ونفس جديد في البرامج التي نحاول إن شاء الله أن نطرحها القضية قضية عقائدية قضية عظيمة لكن هذا الدرس يؤثر في نفس يا حبذا هذه النفس لو تأثرت وهناك دمعة هناك مصداق إن شاء الله للقبول أكرم وأنعم إن شاء الله. الله فيكم مولانا العزيز زينب سلام الله عليها تحملت المشاق يعني حقيقة موقف عاشوراء وموقف كربلاء ما كان هين على زينب مولانا يعني ما كان بسيط على زينب إحنا مرة واحد يسمع ومرة لا لما يخلي نفسه بمكان الحوراء زينب سلام الله عليها يعني رأت كيف الرأس يذبح أمام أخيها مو كلمة أمام عينها يذبح رأس الحسين عليه السلام ثم يرفع رأس الحسين وبالإضافة إلى ذلك العجيب هنا مولاي أنه عمر بن سعد جاب 10 من الخيالة العشرة قالهم هاي سنابك حوافر الخيل غيروها هذا سارة قديمة الحديدة هذا السنابك حوافر الخيل غيروها لما غيروها أمر أن تأخذ دور أو دورين مولانا على كربلاء تركض الخيل لكي تحمل حديد أحمي الحديد بحديث سنابك جديدة قال الآن رضوا صدر الحسين وظهر الحسين فرضوا الصدر وزينب واقفة مولانا بباب خيمتها شافت الخيل رض صدر الحسين اتوجهت إلى زينب سلام الله عليها زينب نظرت إلى الخيل اش تنشد صاحت تريد انشد الخيال المجبلي خويا المجبلي لعبت على ابن امي ميادين ميادين شو تريدين يا زينب ميادين خويا بعد يون لو مات الحسين تنشد هل قتل الحسين ام لا هاي المصائب والالام التي صبت على زينب ليله الحادي عشر يقول الامام السجاد رايت عمتي زينب تصلي صلاه الليل من جلوس شوف العظمه يعني حقيقه عظمه حقيقه عظمه يعني هؤلاء الموقف موقف الصلاة موقف إيمان مو بس مجرد قتال لا مولاي موقف إيمان زينب سلام الله يعني ليلة الحادي عشر تصلي مع المصائب التي رأتها الحوراء زينب وتعرفون أنه مصائب زينب ومصائب الزهراء لا تقاس الزهراء شو تقول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالية لما تأتي إلى زينب سلام الله عليها تقيس مصائب زينب أو مصائب الزهرة إيش قد الفاصل والفارغ مولانا ما رأته الزهرة وما رأته زينب يعني كل شيء عظيم عظيم الزهرة مولانا. رأت الدار والمحسن وكسر يعني الضلع وغصب الخلافة وزينب رأت رأت ما رأت من مصائب أنا اللي شفت نارين أقرأ الأبيات المختصر تفضل أنا اللي أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار وحدة حرقت خيمتنا وحدة حرقت باب الدار شوف مصائب زينب سلام الله عليها مستمدة من مصائب صاحت أنا يا 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 أنا اللي شف الصدرين واحد صوب البسمار يا زهرة واحد صوب البسمار وواحد كربلت خبرك شلون الخيل رضن
بعد يا زينب ماذا رأيتي؟ صاحت أنا يا أنا اللي فجعني لبين خويا وأنا الشاهد الطشتين شبد الحسن واحد بي شبد الحسن واحد بي واحد بيه رأس حسين صاحت أنا زينب الحرة من أهلي طلعت مفجوعة وأنا الشاهد تشفين للعباس مقطوعة مقطوعة وأنا شفت أخوي حسين كلها مرض رضا ضلوع فمولاي إشارة الحسين إشارة زينب إشارة الكل إلى الصلاة لأن الصلاة هي عمود يعني الدين. هل هناك أوضح من هذا المعلم وهذا المعلم؟ أي والله قدموا ما قدموا من أجل الصلاة. بارك الله فيك. هذه دعوة قلبية أتوجه إلى الله بظل الزهراء المكسور أن يتقبل منكم ومنا بارك وأن يسدد خطاكم وأن يرزقكم خير الدنيا والآخرة بمحبة محمد وآل محمد. ودعوة أيضا إلى الإخوة والأخوات أن نقف مع الحسين لا ضد الحسين. الحسين هو الصلاة وزينب التي كانت الكلمات قد انطلقت من قلب مفجوع عليها زينب هي الصلاة وأهل البيت هم الصلاة والشيطان يمثل الله عن الصلاة لا يغرني ويغركم أي شيء بالدنيا هذه دعوة إلى نفسي ودعوة لكم إن شاء الله أن نقف من جديد نراجع النفس مع الصلاة إذ كنا مع دروس من دروس كربلاء واليوم كانت مع الصلاة شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ خادم الزهراء الشيخ مهدي الطرفي مشاهدينا الكرام ختاما لهذه الحلقة لنا ولكم كل الود والمحبة نرفعها إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف على أمل لقياكم في دولته في الحلقة القادمة إلى اللقاء